أهلا بحضراتكم. حرص مصري دائم على الاطلاع بأدوار فاعلة في كل قضايا الأشقاء العرب، والتي تأتي القضية الفلسطينية في الطليعة منها، حيث كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وبذلت في سبيل ذلك كل جهد ممكن. كل عناصر الملف الفلسطيني كانت حاضرة في الجهود المصرية، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، حيث كان لمصر إسهامات مضيئة في هذا الأمر، فضلا عن دورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة على قطاع غزة، وصولا إلى دورها الكبير في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. وخلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، أكدت مصر جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. كما شددت مصر على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل. الحلول المصرية للأزمة ارتكزت على عدة محددات، أبرزها وقف التدهور القائم في غزة عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، والعمل على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. كما طرحت أيضا مصر خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام، والتي احتضنتها في 21 من أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، والتي تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة محاور تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة. أما على المستوى الإنساني، لم تدخر مصر أي جهد، بداية من الضغط لإدخال المساعدات، مرورا بإقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو. كما شاركت مصر أيضا في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب الحرص على استدامة العمل في معبر رفح رغم العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل. وتعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا مما قدمته وتحرص مصر على الاستمرار في تقديمه من أجل الأشقاء في فلسطين ولإنهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة. أشكركم على المتابعة.